السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في قناة شمس الحياة. كنتمنى فيديو اليوم يلقاكم وانتم بخير وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله نقترح لكم طريقة تحضير ميسلي أو الجرانولا صحية اللي كتجي رائعة ولذيذة بزاف، أحسن من اللي كتباع في المحلات. وكيف ما غتتبعوا معايا كنحضروه بطريقة صحية بدون سكر صناعي. الحلاوة ديالو غناخدوها فقط من التمر والزبيب والعسل الطبيعي. نبداو بسم الله. بالنسبة للمكونات فأنا عندي جوج كيسان من رقائق الشوفان أو الخرطال، وهو المكون الأساسي ديال الوصفة ديالنا. جوج معالق ديال الزنجان أو السمسم محمرين، جوج معالق كوك أو جوز الهند، أربعة الحبات من التمر مغسولين ومقطعين قطع صغيرة، نصف كأس من الجوز أو من اللوز. عندي كاس تقريبا ما بين الزبيب وما بين مقطع قطع صغيرة وما بين المشمش، مع معلقة كبيرة زبدة، أنا استعملت الزبدة البلدية، نصف كأس من العسل، رشة ديال أو نصف ملعقة صغيرة ديال القرفة، وشوية الملحة تقريبا ربع معلقة. أول حاجة غنبدأ بها غادي ناخذ معلقة الزبدة وندوبها مع العسل، وفي هذا الوقت انا خديت الشوفان اللي عندي محمر من قبل، غادي نزيد عليه او نضيف ليه الكوك او جوز الهند، اللوز وزنجلان والزبيب والمشمش. تقريبا غنضيف المكونات اللي عندي كامله، القرفه وشويه الملحه، غادي نخلطهم مزيان كيف كتشوفوا معايا، وغنضيف عليهم الزبده والعسل اللي ذوبت من قبل. غنخلط المكونات كامله تتجانس ليا مزيان كيف كتلاحظوا، وغنبقى كنخلط في الخليط ديالي مزيان تتجانس ليا المكونات كامله وتشرب ليا الزبده والعسل اللي ضفت من قبل. في هذا الوقت جبت المول اللي غندخل الفران، فرشت فيه ورق الطبخ كيف ما كتلاحظوا معايا، وغنفرغ فيه الخليط ديالي. بالنسبه للفران فانا شعلته كيسخن على 180 درجه، غنحاول نقاد المكونات ديالي او الجرانولا. وكاضافه تزيينيه اولا الا كانت متوفره نقدروا نزيدوها، انا هنا غنرش شويه ديال السمسم الاسود او الزنجلان كحل. مني كيبان ليا بدا كيتحمر كنبقى كنحركو مزيان، وكيف كتلاحظوا انا بدلت الصينيه، درت صينيه اكبر باش ما ياخذش ليا بزاف ديال الوقت في الفران. هذا هو الشكل النهائي ديال الجرانولا ديالنا او الميسلي، كيجي رائع ولذيذ بزاف وحسن من اللي كنشريوه في المحلات، وفوق هذا فهو صحي 100% وكنعرفوا شنو كنعطيو لوليداتنا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه حيت كيستحق التجربه. وما تنساونيش من لي لايك باش الفيديو ديالنا يوصل لاكبر عدد من الناس، ولا كنت اول مره كتشوفوا القناه وعجباتكم اشتركوا وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. في الاخير نخليكم في امان الله، والى فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.